سهرة خامسة للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، سافر من خلاله جمهور مسرح محي الدين بشترزي إلى السماء الرابعة. الموسيقى الكلاسيكية فن رابع ارتبط دائما بالصمت، ففي حضرته تخلق الموسيقى. إلى هنا يبدو الإبداع الموسيقي ملكا للأوروبيين، لكن وفي عمق السهرة يظهر على خشبة المسرح وجه من وجوه سوريا الحقيقية. فصحيح أن الموسيقى الكلاسيكية لها أصول أوروبية، فكيف ستكون حين تسطع شمسها على الشرق؟ كورال الحجرة التابع للمعهد الموسيقي العالي، ورغم صعوبة الانتقال من دمشق إلا أنها أسرت بالجميع في رحلة عبر مختلف الحضارات وصولا إلى الجزائر في نهاية المطاف. حاليا بصراحة بقول لكم نحن بمرحلة الحفاظ على ما هو موجود. نحن برغم من الحرب عم نحاول نحافظ على شبابنا. سهل كتير انه نهدم ونخرب، ولكن صعب كتير انه نبني. اليوم كانت مشاركة منوعة، حبينا نغني فيها أغاني من العالم. هي أغنية جزائرية وكثير انبسطنا بالكلام، باللحن كان كتير قريب لنا. سهرة أخرى تمضي من ليالي المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية والمقامة فعالياته بمسرح محي الدين بشترزي، حيث تلتقي الموسيقى بأهلها.